انعكاس هذه الضربة التي وجهتها القوات الجوية المصرية إلى تنظيمات داعش الإرهابية، ومدى التنسيق معكم كقوات جوية ليبية؟ صباح الخير مصر. بالنسبة للضربات تم تكليفي أنا. صوت واضح عندك؟ نعم، تفضل يا فندم. تم تكليفي من قبل السيد عبد الرازق الناظوري رئيس أركان العام الجيش الليبي واللواء خليفة حفتر قائد معركة الكرامة بالتنسيق مع مصر بعد عملية الذبح الشنيعة اللي عملوها في منطقة سرت وضم الدواعش والتكفيريين. تم التنسيق مع القوات الجوية المصرية وتم تحديد أهداف بالدقة من الجانب المصري والليبي في درنة، لأن درنة محتلة وخارج المنطقة الليبية وليس تحت سيطرة الحكومة ولا الدولة، وعندهم ميناء مفتوح على العالم يصدرون في الإرهاب ويقومون بإحضار الأسلحة والدواعش من العراق ومن غيرهم. نعم. كانت ناجحة بالتنسيق بالطيران الليبي والطيران المصري، وكانت الضربة بالتحديد في منزل أحد الخوارج التكفيريين اللي هو قاطش، ومنزل كبير جدا، منازل مش منزل صغير، هذه فيلا كبيرة تحت على ذخائر وعلى مراكز تدريب والشاعري ومركز تدريب المنصوري، أظن من الروس الكبيرة في تنظيم القاعدة. تم استهدافها وتم الطيران الليبي استهداف منزل الظني، احتمال يكون فيه بعض الافراد المدنيين، لان كان فوق هذا البيت مدفع ضد الطيران، تم قصف الطيران الليبي واحتمال يكون استشهد في حد. وتكرارا ومرارا نحن من اكثر من 9 شهور نحذر في الليبيين الابتعاد عن في بنغازي في درنا، الابتعاد عن الدواعش وعن التكفيريين، لان مستهدفين بوابتهم ومستهدفين معسكراتهم. يعني هذه العائله اللي بقت من عائله الظني فيها 2 افراد تبع تنظيم القاعده ايضا، هم اللي حطوا المدفع فوق البيت، واعتقد ان المدفع والبيت مصيب مع بعض ولا تم للطيران المصري فيها لان مسؤوليه الليبيين، والهدف نحن اللي اصبناه. مصر تحترم سياده الدول، مصر لم تعمل من راسها بخرة بطيرانها، مصر لصقنا معاهم ونحن فرحانين كليبيين باستهداف هذه المواقع. نتيجه هذه الضربه الناجحه تم هروب بعض العناصر الكبيره من درنا من الميناء بجرافات، وحاليا من 121 من قاعده جمال عبد الناصر الجويه طبرق تنفذ بطلعات لملاحقه هذه السفن وهذه الجرافات، ونقول باذن الله هذه الخطوه الاولى وهناك خطوات ثانيه. ليبيا تطلب طلعات جويه وليس قوات بريه من اي دوله، لكن القوات الجويه نفرح بها زي ما قال السيد اللواء خليفه حفتر، يتكرموا معنا لمحاربه الارهاب ولمحاربه التكفيريين. على فكره يا شاب وشعب العربي عارف ان المجموعات المقاتله اللي في درنا واللي في بنغازي صدر قرار من الامم المتحده بان هذه المجموعات ارهابيه، لهذا السبب نحن مصر وليبيا تقاتل بهذه المجموعه الارهابيه بناء على قرار الامم المتحده بناء على الذبح اللي عملوه فينا. واي سؤال تفضل يا اخي. يبدو انه التنسيق واضح وهناك عمل عسكري مشترك ما بين ليبيا وما بين مصر في مواجهه الارهاب، نريد ان نتعرف ميدانيا على ارض الواقع طبيعه الجنسيات اللي موجوده في درنا او المواجهه للمناطق الملتهبه والتي تستشعرون فيها الخطر ايضا لديكم في ليبيا، هذه الجنسيات ومدى تسليحها يا فندم. الجنسيات اللي موجوده اللي تحارب فينا كل انحاء ليبيا فيها جنسيات، في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب، بالتحديد نبدا من الشرق في الغرب في صبراتا وفي طرابلس وفي مصراتا والسرت والنوفليه، اخطر مكان في النوفليه في مراكز التدريب مخصصه لمصر ومخصصه لجنوب اوروبا، والناس اللي فجرت وشلت سلاح لفرنسا طلعوا من ليبيا. عندك ايضا جابيا بنغازي درنا، هذه مدن خطيرة والأعداد فيها كبيرة والأعداد كبيرة من الليبيين، ولكن القادة اللي هم زي ما يسمون الروس الكبار من موريتانيا زي الراجل اللي يسموه الأعور هذا بتاع موريتانيا، موجود مختار بن مختار، وفي أفغانستان في سوريين في مصريين، هم كل الناس مش من الدول بتاعهم جايين يبحثوا عن المال، واستغلوهم الناس في ليبيا بالمال. الاخوان اللي في ليبيا كونوا جسم في ليبيا اسمها الدروع من الشباب العاقلين، من الشباب اللي استعملوا في الحبوب، هذول قتلوا فينا وقتلوا
قتل من ريال الساحة 503 ضابط وجندي ومتقاعدين بالذبح، ورؤوسهم بنا في الشوارع يلعبوا بنا في الكورة. يعني ليبيا كانت مهددة حتكون مركز لتصدير الإرهاب للعالم. نحن نقاتل وحدنا، ولكن لأول مرة والله أكبر دخلت مصر معانا لمساعدتنا بالطيران اليوم، وإن شاء الله تستمر لهذه الدواعش في بني غازي وفي درنا، لأن محدة من الأمم المتحدة. نعم. ونشكر القيادة الجوية والعسكرية المصرية تدخلت بالطيران وليس بالبرية، وحافظت على سيادة ليبيا. وهذا طلب من القيادة الليبية اللي هو عبد الرازق واللي هو خليفة لطلب الدخلات المشتركة. ونتمنى أن تستمر القضاء على الإرهاب، لأن مصر وليبيا عدونا واحد، اللي في سيناء هم اللي في درنا، هم اللي في بنغازي. نعم. اللي في السرت هم اللي في سماتة. في تقديرك سيد اللواء صقر القروشي قائد القوات الجوية الليبية، في تقديرك حجم المصريين وعددهم الموجودين في ليبيا، هل هناك نصائح توجهها لهم؟ هل هناك مناطق متوترة ملتهبة تنصحهم بالابتعاد عنها؟ المصريين عددهم يفوق المليون عندنا، ورغم التحذيرات من مصر انهم يرجعوا، لكن الناس هذول جايين على لقمة العيش، وهذول يبنوا معنا في ليبيا من زمان، ونشكرهم على مجهوداتهم وعملوا لنا حتى باسعار بخسة. ولكن سبل العيش قال لك انا نموت في سبل العيش ولا نموت تعبان من الجوع. يخدموا في بلادنا مرحبا بهم، وهذول في بلادنا من الستينات والخمسينات، وبيننا وبينهم نسب، وليبيا ومصر اخوات وجيران. نعم. هدفنا واحد وعدونا واحد وقوميتنا واحده، ولكن ننصحهم عن المنطقه الشرقيه تعتبر امنه ما عدا درنا. المصريين المنطقه الشرقيه امنه ما عدا درنا، وما يمشيش في المناطق اللي فيها توتر زي دوارشا، زي سيدي فرج، زي منطقه بنفلدا، زي جدابيه. وكان هم يرحلوا الطيران الموجود يقع على مصر من قاعده تبرق، مطار تبرق ومطار الابرق، والطيارات المصريه ممكن تاتي الى تبرق والابرق امنه مطارات. الرحل زي المصريين اللي يرغبوا، او ان شاء الله يعني يبنوا في بيوتهم امنه وفي المحلات ان شاء الله مش حيعتدي عليهم حد. نعم. اذا هم اغروهم بالمال او مشوا في بعيد عن الوقت زي ما حصل على 21 واحد اليوم، هذول الناس لا ترحم، لا يعرف الله، لا يعرف الدين. لماذا الذبح؟ لماذا ما قتلوهمش بالمسدس مثلا؟ يعني لماذا الذبح؟ نعم سياده اللواء. قال عليهم نعم. طوبى لمن قتلهم وقتلوه. هذول من ايام الخوارج ايام سيدنا علي بن ابي طالب موجودين، وكل ما هذا القرن زاد سيضرب، ونحن نضرب فيهم باذن الله نحن وياهم.